اكشف لك كل اسرار الشغل اللي كنت مخبيها عنك، احط في يدك مفاتيح اللعبه كلها عشان تعرف تتصرف لو جرالي حاجه. ليه بس الحديد ده يا ابوي؟ ربنا يديك الصحه وطولة العمر. محدش ضامن يا والدي بكره مخبي لنا ايه. لازم تعرف يا شفيق ان كل اللي عملته في حياتي عشان أأمن لك مستقبلك انت بالخصوص ويعيشك ملك انت واخواتك. يا اهل يزن الكرام، غدا هو يومكم، يوم الحق، يوم الكلمه، يوم الشرف والنزاهه. يا اهل يزن الكرام، روحوا لاخوكم وعمكم وكبيركم جعفر العرباوي. الصناديق مستنية تملوها بالحق. جعفر العرباوي الجمل. طمنوني، بعدوا عنك. رجالتي فين؟ فاطمة، فاطمة، النهارده الانتخابات. طمنوني. جعفر، مالك يا جعفر؟ فوق فوق يا جعفر. جعفر انت تعبان وكانك محموم وجسمك سخن. لا انا زين. فاطمه انت هنا؟ الحمد لله. ما تخافيش يا حبيبتي، ما حدش يقدر يأذيك طول ما انا عايش. جعفر ابعت اجيب لك الدكتور. لا دكتور لا، انا زين قوي. لا ده كابوس وراح، كابوس وراح. خلاص خلاص، أنا حروح أعمل لك حاجة سخنة تشربها. خليكي جنبي يا فاطمة. اطمن يا حبيبتي، اطمن يا حبيبتي، ما حدش يقدر يأذيكي. ها أنا هاخدش أتسبح. ها خليكي جنبي النهاردة. ها ما تهملنيش. كل اللي طلبوه نفذته بالحرف، حولت لهم المبلغ على حسابهم. الرجال بتوهي مستنين قريب من ضرب الأربعين، مستنين إشارة مني يهجموا ويستولوا على البضاعة. وإيه اللي مأخر الأمر ده؟ أبو شادي مستني الخبر الكبير. أنا ما أعرفش كيف طلعت ما اتصلش بي غير مرة واحدة بعد ما قابلناه. هي مرة واحدة اتصل قال حديث ما فهمتوش وقفل بسرعة. تفتكر يكون جرى له حاجة تانية؟ انت اللي اتفقت معاه وانت اللي تقدر تحكم. هو طلعت لو ما اتصلش في الايام اللي فاتت المفروض انه يتصل النهاردة ويبلغنا بالخبر. الخبر ده هنعرفه. البلد هتنقلب لما تعرف اللي حصل. بيكونش طلعت دلوقت بينفذ المطلوب. مصطفى، 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 انت شديد يا ولدي، بتحب كبيرك تبديه بحياتك لو جرب منه شر. أنا واقف على بابك زي الدبابان. خير يا كبير؟ مالك مربوط؟ في حاجة مكدرك؟ طول الليل اشوف كوابيس شفتهاش في عمري كله، حتى بعد ما فقت كاني شايفها قدامي. اطلب من ربنا الرحمه. عندك حق، انا كنت بحمي نفسي والنعمه اللي ادهاني ربنا كان لازم اراعيها باي طريقه، كان غصب عني يا مصطفى. يا رب يا رب يا رب دلوقتي
وهو بيدعي ربه انه يرحمه اخلص منه؟ لا، مش وهو بيستغفر عن ذنوبه ممكن ربنا يقبل توبته؟ ابقى خدمته؟ لازم يموت وهو غرقان في ذنبه، وهو بيقتل او بيسرق او حتى بيسب ويلعن. مصطفى، قول للبغال اللي واقفين على البوابه يفتحوا عينيهم زين، مش عايز حد يجرب من السرايا النهارده. قول لهم النهارده غير كل يوم. يلا يلا يلا. كيف ما قدرتش؟ كيف؟ كيف ضيعت الفرصة؟ ليه استنيت وحفظت على وعد ليه وسمعت كلامه؟ كان لازم أشفي غليلي في الأول وبعدين هم يبقوا يدور وراه. ليه؟ خيانة طلعت. أنا ما شفتك بتشتغل في الغيطان وبتنام على الأرض، قلت أكيد الحكاية دي ليها علاقة بمرضك، لكن ما تصورتش للحظة إن الذاكرة بترجع لك من كام ساعة. أنا ما أعرفش أنا قلت لك كل الكلام ده ليه، بس كأني عايز أرتاح أطلع كل اللي جواي. ما أعرفش ليه. أنا أقول لك ليه طلعت. يمكن الكلام اللي أنت بتقوله دلوقتي ده كلام هزيان خطرافة يعني، لما الكلام ده أنت صادق جدا فيه إنه طالع من جواك، وأنت جواك رافض حكاية اللي اسمه شوق زهران ده، رافض خطته، وكنت بتدور على أي مخرج منها، بتدور على طريق، على سكة، طريق صح. ويمكن يا أخي ربنا سبحانه وتعالى بعتني ليك دلوقتي عشان اقول لك طلعت ان بلدك محتاجه لك في خدمه لا يمكن هتتنسي. تقصد ايه؟ اقصد الاخبار والمعلومات اللي كنت هتوصلها لشوق زهران توصلها لنا احنا. وجودك في سرايه العرباوي مهم جدا عشان نكشف قضيه خطيره جعفر من اكبر المتورطين فيها. اوعى تمنعني بالمعلومات اللي قلت لك عليها. لا طلعت، المعلومات اللي قلت عليها دي لا يمكن مخلوق هيعرفها غير انا وانت، بس انا عاوزك تختار ما بين امن بلدك واهلك وناسك ما بين ترك الشخصي. اختار يا طلعت. ايوه يا صنبيل، يا صنبيل انا مخنوق، جوايا مش على النار. ايوه بتكتف بيك ليه؟ حرام عليك، انا قادر اخلص نفسي بيد بس عاجز، عاجز بيك. امي وشام اللي هملتهم دول، انا عايز اتصل بيهم. شيل فكره الاتصال دي من دماغك خالص يا طلعت. يا طلعت احنا حققنا حاجات مهمة مع بعض. يا سيدي كفاية عليك ان انت حطيت ايدينا على واحد من اهم رجالة مافيا السلاح في العالم. معلش معلش هانت يا طلعت، اللي احنا مستنيينه قدام وقت قليل. يا طلعت ما تخليش انفعالك يكشفك وتبوظ كل حاجة. ماشي. طب اسمع، مقولك لو لقيت الظروف مواتية كلمني. ها؟ مع السلامة.